أهلا بكم. مع دخول الحرب في السودان شهر الرابع تزداد المخاوف من تمدد أثارها إقليميا، خاصة إلى دول تتشارك مع السودان الحدود والأعراق والثقافات. فهذا التشابك الإقليمي أنتج معاناة لدول متخمة للسودان على مدار الشهرين الماضيين جراء موجات اللجوء المتدفقة عبر الحدود، ولطالما أثرت التغيرات السياسية في السودان على السياسة الداخلية في تشاد نتيجة التشابكات القبلية بين البلدين، ما يفتح الباب لإمكانية توظيف العوامل القبلية ضمن حروب الوكالة ذات التاريخ الطويل في المنطقة. وهو ما عكسته تحذيرات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن السودان على حافة حرب أهلية شاملة قد تزعزع استقرار المنطقة برمتها. يأتي هذا بينما انطلق اليوم اجتماع اللجنة الرباعية للهيئة الحكومية للتنمية إيجاد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا لبحث الأزمة في السودان، وسط مقاطعة من وفد الجيش السوداني احتجاجا على رئاسة كينيا، اللجنة التي يتهمها بالانحياز لقوات الدعم السريع. ودعا البيان الختامي للآلية الرباعية لإيجاد طرفي الصراع بالسودان لوقف فوري لإطلاق النار والاحتكام للحوار، كما ودع البيان لسرعة فتح ممرات إنسانية آمنة لإيصال المساعدات بالسودان. وأكد البيان الختامي للآلية الرباعية للإيجاد أنه لا حل عسكري للصراع في السودان. من جانبها أعلنت مصر أنها ستستضيف قمة لدول جوار السودان الخميس المقبل لبحث سبل إنهاء الصراع في البلاد والتداعيات السلبية له على دول الجوار. مزيد من التفاصيل وللحديث باستفاضة عن مستجدات الصراع في السودان وتداعياته على الجارة تشاد والمنطقة، يسعدنا يكون معنا من العاصمة التشادية جمينة سعادة السفير محمد صالح النظيف، وزير الشؤون الخارجية والتشاديين بالخارج والتعاون الدولي في جمهورية تشاد. سعادة السفير، مرحبا بك، واسمح لي بالبدء بسؤالك عن كيف تابعتم مخرجات اجتماع اللجنة الرباعية للإيجاد في أديس أبابا، والذي قاطعه الوفد الرسمي للجيش اعتراضا على رئاسة كينيا للجنة. مساء الخير. على كل حال، احنا نؤيد كل مبادرة لتؤدي لوقف الحرب في السودان، فكل المبادرات احنا مبشرين بها، فما اعرف الاسباب اللي خلت الاخوة في السودان ما يحضرون في الاجتماع في أديس أبابا. الرئاسة أو قائد قوات الدعم، قائد قوات الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان والخارجية السودانية اعترض كلاهما على رئاسة كينيا للجنة، بحسب ما يقولونه أنها منحازة لأحد طرفي الصراع وهو الدعم السريع وفقا للبيان الرسمي. فيعني كيف تابعتم المخرجات على الأقل؟ على كل حال، هذا ليس موقف تشاد، هذا موقف الإخوة المدعيين لهذا الاجتماع وكيف بيرؤوه، وكيف نحن ما عندنا أي تعارض في أي محاولة أن تؤدي لوقف النار، وقف الحرب، والتوصل لسلم في السودان. نعم، كون الصراع السوداني يقع على الحدود التشادية ويؤثر بشكل ما أو بآخر على الأوضاع والاستقرار داخل تشاد، أنتم تستضيفون اجتماع في نجمينة لقيادات الفصائل الأربعة الذين تم توجيه الدعوة إليهم لأجل منطقة دارفور. ما هي مخرجات هذا الاجتماع حتى اللحظة، أو ما الذي يستهدفه؟ احنا ما بنستضف اجتماعات، احنا بنحاول ان نلقى حلا للازمه اللي حاليا موجوده في السودان. وكما تعلم تشاد لها حوالي 1300 كيلومتر مشترك مع السودان، وكل اللي بيحصل في السودان له تاثير في تشاد، فكل جهد بيرمي ان نحاول نلقى حلا لنساعد اخواننا في السودان ان يوصلون لحل. تشاد بصراحه موجوده ودائما جاهزه
للتساهم في أي محاولة. نعم، كانت هناك أخبار تواردت بوصول النائب قائد قوات الدعم السريع إلى الأراضي التشادية، إلى العاصمة التشادية السبت الماضي. هل يشارك السيد عبد الرحيم دجلو في هذه الاجتماعات أو هل هو طرف بها؟ أنا قلت لك، أنا كنت معك واضح يا أختي، أن إحنا مع كل محاولة أن تساعد الإخوة في السودان أن يوصلون لحلل، لأن اللي بيحصل في السودان نعتبره كأنه بيحصل في تشاجر، فهذا واضح لنا. ولحنا إذا تتذكر اللي إحنا من أول دولة قبل ما الحرب تبدأ في السودان دعينا الرئيس برهان هنا، دعينا نائب الرئيس حميد هنا في 30 شهر واحد، وناقشت معهم وقلنا لهم حاولوا بقدر الامكان ان ما تحصل حرب ما بينكم في السودان، ولغايه الان قاعدين في نفس الموقف يعني. نعم، في هذا الصدد هل هناك أي تواصل قريب حدث مع قائد قوات الدعم السريع بينكم وبينه لأجل احتواء هذه الأزمة؟ هل احنا من اندلاع الحرب ومن قبل الحرب اتصالاتنا مستمره مع الجهتين، مع الطرفين، ما بنفوض جهه ضد جهه اخرى، وانحيازنا واضح ومعروف لكل الاخوه في السودان، وبنحاول نشجعهم لان يوقفوا الحرب. اتصالنا ليس مرتبط بشخص او بفرد، مرتبط بكل الجهات اللي مصارعه في السودان. طيب، أذهب بك سعادة السفير إلى الجنينة، غرب دارفور، وتحديدا مدينة الجنينة التي شهدت أحداثا مؤسفة، وصلت إلى أن وصفتها بعض المنظمات الأممية بأنها ترقى إلى جرائم حرب. ما هو الدور الذي تلعبه السلطة في تشاد لأجل احتواء هذه الأزمة، وخاصة في ظل بعض التوجه من بعض الحقوقيين والأفراد من قبيلة المساليت لتصعيد الأمر للمحكمة الجنائية الدولية؟ تعرف كيف؟ قلت لك قبل شوية لنا 1300 كيلو متر حدود مع السودان. في هذا الحدود عندنا حوالي زيادة من 20 30 قبيلة مشتركة بين تشاد وبين السودان. ومن اندلاع الحرب لحنا همنا الواحد أن المشكلة في السودان ما تحاول تتحول في تشاد. وهذا بنسعى عنه، وبنحاول بنناشد وبوسائل إعلامية، بوسائل التقليديين ورجال الدين، كل هذا بنوعي بأن صح لنا ارتباط اجتماعي قبلي مع اللي موجودين في السودان، ولكن نحاول نعرف بأن لنا تشاديين ولابد أن نساعدهم لإطفاء الحرب النار اللي قامت في السودان. هل يشمل ذلك ترتيبات لعقد اجتماع بين قيادة قبيلة المساليت وقوات الدعم السريع أو المسؤول عن تلك الانتهاكات التي وقعت في مدينة الجنينة؟ هذا السؤال تسأليهم للسودانيين، اللي احنا بنستقبل ناس هاربين من حرب واستقبلناهم وقدمنا لهم الواجب، يعتبرون كإخواننا وفي أرضهم، يوصلوا في تشاد يعيشوا زي ما عايشين في السودان لأنهم هربوا وجوا ونحن استقبلناهم. أما كل الاتصالات الأخرى بين السودانيين نحن بنشجعها، لكن ما بنقدر بنقول لك مع من وأمتى بتحصل هذه الاتصالات. نعم، طيب، بالحديث عن تأثيرات هذه الحرب على الأوضاع داخل تشاد، كانت هناك فيديوهات انتشرت لظهور مقاتلين وقيادات من المعارضة التشادية داخل الخرطوم يشاركون في الحرب إلى جوار قوات الدعم السريع. كيف تابعتم ذلك وما هو موقفكم هذا ما من انت ذلك؟ بتقوليه؟ لحنا لغايه الان ما معترفين باي تشادي طرف في اللي ما يحصل في السودان. مشكله سودانيه، وبنحاول نساعد اخواننا في السودان أن يصل
نعم سعادة السفير، يعني أتفهم مسألة أنكم تحاولون الحيلولة دون أن تؤثر هذه الحرب عليكم داخليا في تشاد، ولكن البعض اتهم، يعني وجه اتهامات إلى تشاد بأنها تدعم طرف على حساب طرف، واعتمد على هذه الفيديوهات التي منها مثلا أمثال زعيم حركة نضال مظلوم التشادية حسين الأمين جوجو، والذي خرج في فيديو من داخل الخرطوم. يبدو أننا فقدنا الاتصال بوزير خارجية تشاد سعادة السفير محمد صالح النظيف. سيد محمد، أنت معي مرة أخرى وشكرا جزيلا على ذلك. كنت أتحدث إليك بشأن ظهور بعض قيادات المعارضة داخل الخرطوم ومشاركتهم في هذا الصراع إلى جانب قوات الدعم السريع، وفقا لما انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي من فيديوهات. كيف تابعتم ذلك وما هو موقفكم منه؟ أنا واضح معك يا أختي، القضية اللي حاليا موجودة، الأزمة في السودان أزمة قبل كل شيء سودانية، ونحن بنحاول متابعينها وبنحاول بنساعد الإخوة في السودان أن يلقوا حل سلمي. كل ما يقال في جرائد أو في صحف ليس موقف تشاد. نعم، إذن مشاركة هذه القيادات المعارضة إلى جانب قوات الدعم السريع وفقا لما تبعنا لا يمثل الموقف الرسمي بالطبع إلى دولة تشاد كما تفضلت سعادة السفير. لدي سؤال آخر متعلق بموقع تشاد الذي كما تفضلت وقلت إنها تتشارك مساحة كبيرة جدا من الحدود مع السودان، وهو ما يجعلها في موقف متعلق بقوات فاغنر. كيف تتابعون أو إلى أي مدى تقيمون تواجد قوات فاغنر ومشاركتها في هذا الصراع، سواء من خلال الإمداد أو من خلال التدريب، وخاصة في ظل أخبار تواترت من هنا ومن هناك بشأن ذلك؟ فنحن ما بنعرف فاغنر في تشاد. هذا السؤال تسألوه للإخوة السودانيين أو لفاغنر، نحن مسؤولين عن ما يحصل في تشاد. في تشاد ما فيش فاغنر، والسودانيين هم المسؤولين بما يحصل في بلدهم. فنحن بنساعد عن حل سلمي في السودان، أما كل التطورات الأخرى أو كل التعليقات المرتبطة بدا أو بدا هذه بتخص السودانيين يعني. نعم. طيب بخصوص قوات الدعم السريع سيد محمد نظيف، قيادة الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان كان قد أعلن إعفاء نائب قوات الدعم أو نائبه من منصبه في مجلس السيادة، وكذلك سمى هذه القوات قوات متمردة. كيف يشكل ذلك أو كيف أثر ذلك على موقفكم؟ أسألني أنا من الدور التشاري. نحن لغاية الآن بنتعامل مع الحاصل في السودان بأن فيه البرهان كرئيس للمرحلة الانتقالية وفيه عبيدتي كنائب له، طرفين في صراع، بنحاول بننصحهم بأن يوقفوا هذا القتال، لأن تشاد من الدول العاشت الحرب وما تتمنى هذا الحرب أن يكون في واحد جار لها زي السودان. الآخر هو بيرجع للإخوة في السودان أن يسموا بتمردين، يسموا بأسماء أخرى، هذه تخص السودانيين، ليس لنا أن نعرف بأن من المتمرد من الما متمرد. يعني بنتعامل مع إخوة في السودان وبنعرفهم لغاية الآن البرهان كرئيس، حبيبتي كنائب له، كل التطورات الأخرى هذه لعنة بتخص السودانيين. طيب، وهذا ينقلنا إلى رؤيتكم سيد محمد لحل هذا الصراع في ظل فشل، أو ما يمكن أن نقول في ظل عدم التوافق حول دور الإيجاد برئاسة كينيا، وفي ظل تجميد منبر جدة في هذه اللحظة. ما هي رؤيتكم أنتم في تشاد إلى طريقة حل هذا الصراع؟
نحن مع كل مبادرة تودي لوقف إطلاق النار ولتوافق بين الإخوة السودانيين. نحن ليس عضو في إيجاد، لكن كل تحرك إفريقي ليلقى حلاً لهذه الأزمة نحن بنساعد. وفي نفس الوقت عندنا اتصالات مع الوساطة الأمريكية السعودية، ساعدناها في نفس الوقت ده، وقلنا أي محاولة لتوقف هذا الحرب نحن واقف، وهذا موقفنا ما بنتغير منه، بل نحن كان حزبنا في مجلس الاتحاد الإفريقي السلم والأمن مبادرة الاتحاد الإفريقي اللي من ضمنها مبادرة الإيجاد، فكل محاولة تساعد لإيجاد حل نحن وراها مهما يكون. نعم، طيب كيف تابعتم تحذيرات الأمين العام للأمم المتحدة بشأن طول أمد الحرب في السودان وتحولها إلى حرب أهلية لا قدر الله، وتأثيرات ذلك وامتدادها على الدول المجاورة؟ أنتم يعني الدولة الأولى جوارا مع السودان من غرب دارفور ودارفور، يعني هذا الخطر يتهددكم بدرجة كبيرة. الاتصال انقطع، فممكن سعادة السفير سألتك عن تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة التي قال فيها إن الأوضاع في السودان قد تتحول إلى حرب أهلية شاملة وتهدد دول الجوار والإقليم، كيف تتابعون ذلك؟ لأننا متفقين مع الأمين العام بأن نحن متخوفين أن اللي ما حاصل في السودان حالياً أن يتحول لدول الجوار، ونحن كتشاد بصراحة بنتابع هذا بكل دقة، وشان هذا قلت لك قاعدين بنعمل توعية وإرشاد بأن المشكلة في السودان ما ترتحل تجد التشاد، متخوفين بأن يصبح هذا القتال قبلي، متخوفين أن هذا القتال يتحول لتشاد، وبنعمل كل ما في قدراتنا أن نلقى حلا ونساعد الإخوة في السودان أن يوقفوا هذا القتال. نعم، طيب سعادة السفير، يعني تشاد تتأثر بشكل كبير في الوقت الحالي بهذا الصراع أو بهذه الحرب الدائرة، وأنت تؤكد طوال الوقت على دور تشاد الداعم لكل المبادرات. واحدة من الإشكالات أن قيادة الجيش ترفض أن يتم مساواتها بالدعم السريع كونها اعتبرت قوات متمردة، كيف تنظرون إلى ذلك؟ وهل يغير ذلك من موقفكم إن استمر أمد الحرب أكثر من ذلك؟ فنحن موقفنا ثابت وواضح، ثابت بأن فيه إخوة في السودان بتقاتلوا، وسؤالنا الواحد كيف نقدر نساعد أو نساهم لكي هذا القتال يقف. كل الآخر هذا تعليقات وتناقضات بين السودانيين، ونحن نحاول ما ندخل في التناقضات ما بين السودانيين، إلا بس نساعد لكي الإخوة في السودان يلقوا حلا لهذه الحرب اللي احنا متضررين منها زي ما قلت لك. نعم، مسألة حماية الحدود في هذه اللحظة يعني تصبح مسألة ذات أهمية قصوى، سواء حماية الحدود التشادية من عبور أسلحة غير مرغوبة أو مقاتلين غير مرغوبين حتى لا ينسحب الصراع إلى داخل تشاد، وعلى العكس من الناحية الأخرى عبور سواء أسلحة أو مقاتلين من خارج السودان إليها. ما هي جهودكم في هذا الصدد؟ يخطي نحن حاليا يعني يوميا نشاهد اخوه من السودان يدخلوا الحدود التشاديه، فيه ازمه انسانيه
هذه الأزمة إنسانية نحن بتخصنا، لأن جماعة هربت من بلدها وجاءت لدولة جارة زي تشاد، وعندنا أصول دموية مع هذول الشعب. مشكلتنا الأساسية حاليا نناشد المجتمع الدولي وبواسطة قنواتكم أو أخرى أن يساعدونا أن نواجه المشكلة اللي حاليا موجودة. ناس بيجوا محتاجين يأكلوا، محتاجين يشربوا، محتاجين مكان يقعدوا فوق، هذه المشكلة الأساسية، ونناشد المجتمع الدولي أن يساعدنا في حل هذه المشكلة، وفي نفس الوقت نناشد الإخوة في السودان أن يوقفوا هذا الحرب. هو الطريقة اللي واحدة اللي تمنع أن اللي ما حاصل في السودان أن يتحول في تشنج. نعم، في هذا الصدد كان هناك نوع من أنواع الدور الفرنسي الذي كان يساعدكم كما فهمنا على الحفاظ على هذه المسألة، مسألة الحدود، والحفاظ كذلك على بعض الاستقرار في تلك المنطقة. ما هي ملامح هذا الدور وكيف نتابعه من جانبكم؟ احنا فاتحين بوابتنا لكل مساعدة لنا في هذه المرحلة. مثلا الأمم المتحدة قاعدة بتساعد، الولايات المتحدة بتساعد، فرنسا بتساعد في نقل، لأن الجماعة هذول عاوزين نقول من الحدود لداخل تشاد بدور سيارات، عاوز أي آلات أخرى، لأن الوطن خريف، محتاجين لأشياء لمساعدة. فكل دولة، فرنسا، الاتحاد الأوروبي، الأمم المتحدة، الولايات المتحدة، نحن جاهزين وفاتحين بوابتنا لأي واحد يساعدنا، لأن نحن الدولة اللي واحدة اللي فاتحة بوابتها، ما لكل زول لاهي من السودان يجي لتشاد، وهذا ما لأول مرة. تعرف كيف من المشاكل حصلت 2003، نحن عندنا حاليا حوالي 400 ألف لاجئ سوداني في تشاد. حاليا في الاسابيع الاخيره جونا حوالي 200 الف. هذه المشكله الاساسيه لنا، مشكلتين، مشكله انسانيه لابد نساعد الناس دول، ومشكله سياسيه نساعد الاخوه في الصراع ان يلقوا حل، وفي نفس الوقت نختشي ان حدودنا ما تكون معرضه لاشياء امنيه. هذا كل اللي احنا بنعالجه في نفس الوقت. سعادة السفير، اسمح لي بالانتقال إلى ملف آخر متعلق بأزمة سد النهضة، والتي تعقدت منذ بدء الحرب في السودان في 15 من إبريل الماضي، وتثير قلق سواء في مصر أو كذلك في السودان لتبعات هذه الأزمة. كيف تتابعونها، وما هو الدور الذي يمكن لتشاد أن تلعبه للوصول إلى اتفاق بين الدول الثلاث؟ الإيجار قلت عفوا، قلت لسعادتك أزمة سد النهضة بين مصر وإثيوبيا. بين مصر وإثيوبيا للأسف يا أختي، وين النيل وين تشاد؟ وين السد وين تشاد؟ السد في إثيوبيا وفي النيل. احنا ليس لنا حدود مع النيل، وليس لنا حدود مع إثيوبيا. فلكن مبدئيا نحن منعارض كل خلاف، كل نزاع بين إخوة إفريقيين. نعم، ألا يطرح ذلك تساؤلا هاما بشأن دور الاتحاد الإفريقي في الأزمات التي تواجهها إفريقيا والاستقرار في إفريقيا؟ هل بالفعل الاتحاد قادر على أداء هذا الدور، أم أن هناك مشكلة يجب الوقوف أمامها؟ لا، نحن مؤمنين، نحن عضو أساسي في الاتحاد الإفريقي، وكل مبادرة من الاتحاد الإفريقي نحن نساعدها، كل مبادرة من الإيجاد نحن نساعدها، زي ما قلت لك أي مبادرة إيجابية لتوجه لحلل نحن وراء هذا أي مبادرة. نعم، ابقى معي سعادة السفير. كنا قد وجهنا سؤالا لمتابعينا على منصات التواصل لإبداء آرائهم بشأن دور تشاد ولجنة الإيجاد في حل الأزمة السودانية، وهنا الزميلة ميسون
كانت هناك عدد كبير من الأسئلة الموجهة إلى سعادة وزير خارجية تشاد بشأن هذه الأزمة، ما الذي جاء؟ بالفعل دعينا نستعرض معك ومع المشاهدين أبرز هذه التساؤلات وهذه التعليقات مشاهدينا. بالفعل كنا قد وجهنا هذا السؤال لمتابعينا على منصات التواصل لإبداء رأيهم بشأن دور تشاد ولجنة إيجاد في حل الأزمة السودانية. المدون إبراهيم نعمان وجه سؤالا لضيفنا وقال: ما هو دور تشاد في التوسط والجهود الدبلوماسية لحل الأزمة السودانية؟ وما هي الإجراءات التي تتخذها تشاد للمساهمة في تحقيق الاستقرار والسلام في السودان؟ أما محمد إبراهيم كتب: ما نجحت ولا حتنجح، الحل في البل. وعن نجاح قمة الإيجاد من عدمها كتب علي الأعصر: يفضح لحلها في حالة واحدة فقط، إذا استسلمت جيوب الميليشيا وتسليم كامل عتادها والاعتراف بأن قوات الدعم السريع ميليشيا إرهابية لا مكان لها في السودان، وإلا الحسم العسكري ومن خلفه الشعب هو كفيل بذلك. من جهته أيضا عبد الله علق قائلا: البرهان مهما يعمل هو قائد أعلى للجيش، سواء هو على صواب أم على خطأ، ما في مجتمع دولي بيقدم دور صريح بواقع تنفيذ. إيجاد، كينيا، تشاد، مصر، روسيا إلى آخره كمبادرات، داير سلطة مدنية يا شعب، جيب أحزابك المعفيت عنهم، الصافي من العدد، الجيش يشكل بيهم حكومة ويجي مع العدد ده في الانتخابات. ومحمد إدريس علق قائلا: مبادرة ووساطة رباعية من إيجاد يغيب فيها اثنان من الأربعة، مبادرة مصرية، دول الجوار، مبادرة ووساطة سعودية أمريكية وإريتريا، يحجم عن كله ويصفها بالزار السياسي، جولات لقوى الحرية والتغيير، جولات لقوى الكفاح المسلح للجارة تشاد، ومنها على ما أعتقد لمصر والآلية الثلاثية. فهل أصبح الأمر أكثر تعقيدا تتجاذبه كثير من الأمواج ومبادرات كأنها جولات سياحية لكثرتها، وإذا يحمل في كل منها وراءه مصالح مشتركة مع الفاعلين وتتأثر بها ولإثبات وجوده في الخارطة. إذن مشاهدينا، هذا كان أبرز ما جاء في تعليقات المشاهدين والأسئلة التي وجهت لضيفنا، ودعينا نتابع معك حياة في هذا اللقاء. تفضلي. بعض الأسئلة بالفعل ميسون أجاب عنها ضيفنا سعادة سفير محمد، ولكن ربما أحمل له السؤال الأخير الذي جاء في تعليق أحمد إدريس، والذي طرح تساؤلا متعلقا بتعدد المبادرات وعدم قدرة هذه المبادرات للوصول إلى الحل. هل أصبح سعادة سفير الأمر أكثر تعقيدا من القدرة على حله في هذا التوقيت، أم كيف ترى؟ صراحة هو صار التجربة وصفت بأن إذا تعددت المبادرات دائما ما بتوصل لنتيجة إيجابية، بل نحن من ناحية مبدئية مع كل مبادرة بنسعى بأن يكون تنسيق بين هذه المبادرات لكي نساعد إخواننا في السودان أن يلقوا حلل، وأن الشعب السوداني يمر من المازق اللي حاليا هو فيه. نعم. إذن هذه المبادرات على كثرتها حتى اللحظة وغير قدرتها على إيجاد حل تطرح تساؤلا بخصوص الشعب السوداني. أنتم في تشاد تستضيفون عددا كبيرا من النازحين واللاجئين السودانيين الذين فروا من أتون هذا الحرب، كيف يؤثر ذلك عليكم؟ نحن نتمنى بأن السلام يرجع في السودان، أن اتفاق يحصل بين السودانيين، وكل إخواننا الذي بتشاد يرجعوا لبلدهم سالمين ومطمئنين. تأثيرات ذلك الاقتصادية عليكم، وخاصة في ظل تعطل وصول الأغذية والاستيراد التشادي الذي كان يمر عبر شرق السودان، كيف يمكنكم أن تتعاملوا مع ذلك؟ نحن كنا ناشد المجتمع الدولي، بنناشد كل، لكن لغاية الآن أشكر بصراحة التشاديين اللي شاركوا إخوانهم اللي جوهم بكل ما عندهم، و
هذا طبيعة شعبية، يعني نحن إذا مشيت بحيرة كات تلقي لاجئين جايين من نيجيريا ومن بلد أخرى، إذا مشيت الجنوب تلقي لاجئين جايين من وسط إفريقيا. فتشاد بصراحة لها تجربة، لكن متمني أن كل هذول الإخوة الأفارقة اللي دخلوا لأراضينا من أجل إلا السلام في بلدهم أن يرجعون سالمين لبلدهم، ونطالب المجتمع الدولي بواسطتهم أو بواسطة قناة أخرى أن يساعدونا ويساعدوا هذول اللاجئين في الظروف اللي هم مارين بها. في ظل التعويل سعادة السفير على الحل الإفريقي أو الحل الذي تقدمه إفريقيا للوساطة بين طرفي الصراع في السودان، هل هناك محاولات لحلحلة مشكلة اعتراض السودان الرسمي على رئاسة كينيا للجنة الرباعية، أم أنه ستستمر رئاسة كينيا للجنة الرباعية على الرغم من ذلك؟ على كل حال زي ما قلت لك، ان احنا من ناحيه المبدا مساعدين ومساندين لكل مبادره، وبالاخص لما تكون مبادره افريقيه. اما مواقف الاخوه السودانيين باتجاه هذه بلد او هذه مبادره، هذا بيرجع للاخوه السودان يعني. فلا احنا نقول ناشد بس ان الاخوه السودانيين يقبلوا كل المحاولات وكل المبادرات، لأن ما فيش نتيجة للحرب. وتشاد بصفتك دولة مرت بحوالي 30 سنة في حرب، ما فيش طريقة للحرب أن الإخوة يجلسون ويتصالحون وأن يفكروا في بناء بلدهم، لأن السودان ما بلد سهل، السودان بلد إفريقي كبير له موقع استراتيجي، ونتمنى أن العافية والسلام تجي في السودان. وهذا يجعلنا يعني نعود مرة أخرى للتساؤل بشأن العلاقة الطيبة التي تجمعكم بين أطراف الصراع، تجمع بين تشاد وبين أطراف الصراع المختلفة كما تفضلت وقلت. هل تسمح لتشاد بأن تقود هي أو تؤسس هي لمبادرة صلح أو تهدئة بين الطرفين؟ احنا ما عاوزين مثل ما قلت لك مبادرات كثيره. نتمنى ان زي ما قلت طرحت مبادره في القاهره، طرحت مبادره انت الايجار في اثيوبيا، طرحت مبادره انت السعوديه وامريكا في السعوديه. لإحنا هذه المبادرات كلها نساعد في اي مبادره، وهذا مبدا لنا، لأن عاوزين الحرب تتوقف في السودان، عاوزين أن إخواننا في السودان يمرقوا من المازق اللي هم من فوق. فحاليا بنسعى نساعد في كل مبادرة، أما تنجح ما تنجح هذا يرجع بصراحة لاستقبال الإخوة في السودان ولجدية هذه المبادرة. هل تعتقد سيد محمد أن وفقا لما يقال أن الحسم العسكري هو الحل في هذا الصراع، أم أنه كما قالت مبادرة الإيجاد قبل قليل في بيانها لهذا الاجتماع لا حل عسكري للأزمة؟ لا لا مبادرة، نعم، سؤالي إليك كان بخصوص رؤيتكم للحسم العسكري لهذا الصراع، كيف ترونه؟ حل العسكري، أن إحنا ما مؤمنين بحلل عسكري. أن إحنا بنقول ما فيش حلل عسكري للقضية السودانية. الحلل الواحد أن الإخوة هذول يخلوا الصراع ويحاولوا يجلسوا حول طاولة، وأن يلقوا صلح ما بينهم لمستقبل السودان. نعم. سؤالي الأخير في هذا الصدد سعادة السفير مرتبط بالتعقيدات الدولية التي يؤسس لها هذا المشهد، يعني المخاوف من تدخلات فاغنر، الوجود الفرنسي الداعم للاستقرار في هذه المنطقة كما تفضلت وقلت، استمرار وطول أمد الصراع، كيف قد يؤثر ذلك على الأوضاع لديكم؟ والحقيقة يا أختي
فيه صراع عالمي حول إفريقيا بصفة عامة. احنا كتشعبيين نقول قبل كل شيء بنبني كل علاقاتنا لمصلحتنا، وفي نفس الوقت كل الدول الأفريقية، كل دولة حرة أن تعمل علاقات مع منظمة أو دولة حسب مصالحها المشتركة. ما فيش حاليا أن إحنا حسب نظرنا كتشاديين كل ما علاقة نبنيها في المصالح المشتركة قبل كل شيء لشعبنا كشعب تشادي. أي مقاولة أو أي علاقات أخرى تربط دول أخرى إفريقية أم آخر هذه ترجع لنوعية العلاقات ولأسباب العلاقات. أنا ما أقدر أقول لك دولة عملت علاقات مع دولة أخرى أنا أهاجمها ولا أنا أعطي رأي فوق، هي كل دولة حرة عن سياستها. نعم، يعني سؤالي فيما يتعلق بهذا الأمر، وأتفهم ما تقوله، ولكن تشاد في هذا التوقيت بالإضافة إلى تاريخها الطويل كما أسلفت سعادة السفير محاطة بالسودان بهذه الحرب، ومن الشمال هناك ليبيا والأزمة الليبية التي لم تحل بتداعياتها القريبة من تشاد، كيف تنظرون إلى ذلك أيضاً؟ لإحنا أكبر دولة متضررة من اللي حاصل حاليا في ليبيا، ولإحنا من أول دورة كان في البداية من 2011 نصحنا كل القوة وكل الإخوة بأن ما بيحصل في ليبيا أن يحاولوا يوقفوه. حاليا نتيجته كيف حاليا اللي موجودة، لكن إحنا محترمين كل الليبيين يحبون لبلدهم زي ما نحترم السودانيين اللي بيحبون للسودان. احنا ما ممكن نقرر في مكان الليبيين، ليبيا دوله مجاوره لنا عندهم مشاكل حاليا، اللي احنا من مصلحه الليبيين ان يلقوا حل هم برضو لمشكلتهم. نعم نعم اسمح لي سعادة السفير بالذهاب إلى آراء بعض من جمهور الجزيرة مباشرة بشأن دور تشاد في حل أزمة السودان، وهل تنجح في التوسط بين طرفي الصراع؟ دعنا نتابع ذلك. تنجح الوساطة التشادية في فض النزاع بين المؤسسة العسكرية السودانية وقوات الدعم السريع؟ لا أعتقد أن الأمر هذا سينجح ويقود ايش السودان او البلاد الى بر الامان، وذلك لان المواطن حاليا في ولايه الخرطوم لن يقبل بان تعود هذه ايش الميليشيا المتمرده بعد ما ايش ما حصل منهم من ايش من امتلاك لبيوت لمنازلهم بقوة السلاح. الشعب التشادي هو شعب شقيق وتربطنا به يعني علاقات ممتدة تاريخيا، وهم إخوة لنا. الحكومة التشادية موقفها في بداية الأزمة كان موقف مشرف جدا، أغلقت الحدود واستقبلت اللاجئين السودانيين، ولكن في دولة عربية للأسف تعتبرها شقيقة، يعني أعتقد أنه يعني أثرت على حياد الحكومة التشادية تجاه الأزمة السودانية، لكن أملنا كبير في الحكومة التشادية في أنها يعني تكون يعني داعم لإحلال السلام في السودان. لا أظن أن هناك طرف يستطيع أن يوقف النزاع سواء كان تشاد أو أوكرانيا أو محاولة التفاوض في الرياض بمداخلة سعودية، إنما السودانيون وحدهم فقط من يستطيعون وقف هذا النزاع والتوصل إلى وقف إطلاق النار. أعود إليك سيد محمد، وهذا الخبر العاجل من قوات الدعم السريع يقول: تفاجأنا بمقاطعة وفد القوات المسلحة للجلسة الأولى لاجتماعات الآلية الرباعية بذرائع واهية غير موضوعية رغم وصوله لأدس أبابا. كيف تفهم ذلك؟ بالفعل هناك وفد وصل إلى أدس أبابا يمثل الجيش على الرغم من إعلان الخارجية السودانية عدم المشاركة اعتراضا على رئاسة كينيا، لكن الوفد بعد وصوله لم يدخل إلى الاجتماعات، كيف تقرأ ذلك وكيف تفسره؟ قراءتي أنا ليس المهمة، المهم أن كل مبادرة هي تودع لوقف إطلاق النار
كثير اللي مهمه، لان المرحله الحاليه احنا قاعد نحلل وقاعد نفلسف والنار موجوده في الخرطوم، النار موجوده في غرب السودان، في شرق السودان. انا المهم لي ان هذه الحرب تتوقف، ان السودانيين عاشوا باشياء كثيره، وانا كتشاكي بعرف السودانيين، نتمنى لهم الخير ونتمنى ان العافيه والسلام يجدون في السودان. هذا هو اللي متبنيه، اما تحليل وما اشبه ذلك هذا بيرجع للسودانيين، هم اللي يعرفوا من اللي مفروض يحصل في السودان، ونحن نتمنى ان الحرب ما يستمر. نعم، ولكن سعادة السفير، هناك من يعني يقرأ المشهد الحالي على أنه أكثر تعقيدا من أن تتمكن أي مبادرة من هذه المبادرات بوقف إطلاق النار بين قوات الدعم السريع وقوات الجيش. فيعني إن حدث ذلك لا قدر الله، كيف سيؤثر ذلك عليكم في تشاد؟ نحن في تشاد حاليا متأثرين، وإذا طالت الحرب يتأثر أكثر، والسودانيين بيتأثروا برضو أكثر. فعشان هذا أنا أناشد كل مواطن سوداني، كل مسؤول سوداني أن يسعوا لوقف إطلاق النار. أنا ما موافق مع المجتمع الدولي أن يعمل بس هدأ كده لكي الغير سودانيين يرجعوا ويخلوا السودانيين يتكاتلوا بيناتهم، لا. أنا عاوز بأن الحرب هذه تقف بصفة عامة والإخوة السودانيين يلقوا حلاً. أنا بتحدث لك كتشاد، عشنا الحرب حوالي 30 سنة، لأن ما فيش حرب بغير وقف إطلاق النار. النهاية شنو؟ النهاية مهما تحاربوا في النهاية تدوفوا، مهما تحاربتوا في النهاية تتصالحوا، لأن بلدكم واحدة. ونحن كتشاديين متأثرين، لأن بيقول لك الإنسان تختار رفيقك لكن ما بتختار جارك، لأن السودان جارة لنا، وما دام جارة لنا بنحس بالألم اللي حاليا موجود في السودان. ساعدونا أن نساعد الإخوة السودانيين أن يوقفون هذا الحرب. نعم، في هذا الصدد سؤالي الأخير إليك في هذا لقاء سعادة السفير، هو كيف يمكن للسودان أن تستفيد من يعني ما قامت به تشاد من وقف الحرب وجعل الحوار الوطني هو الطريقة المثلى لإنهاء الصراع الطويل الذي تحدثت عنه قبل قليل، ويعني كيف يمكن أن يكون ذلك خطوة باتجاه إطفاء أو إرساء السلام في السودان أيضا؟ احنا عندنا لنا تجربه، وهذه التجربه مريره بصراحه، لكن ما فيش اختيار ان نحاول نتفق، ان نحاول نلقى حل سياسي لكل قضايانا يعني. وهذا الطريق اللي احنا كتشاديين اخترناه بعد اجتماعات الدوحه تعرفوا تضيفتها قطر، وعملنا مع المسلحين ودعيناهم لتشاد، واحدين لهم 30 سنه ما شافوا تشاد، وجهني حوالي شهرين لحنا ناقشنا قضايانا واتفقنا في وثيقه معينه لنمشي لانتخابات حره لنوقف كل القتال ما بيننا ونفتح صفحه جديده لمصالحه وطنيه. هذا اللي بنتمناه للسودانيين. اذا عندنا شيء ممكن نتعاون ليه ان يحاولوا يشوفوا طريقتنا اللي احنا اللي اتخذناها وخلتنا حاليا، بل كنا في السابق دوله معروفه بالحرب وبالمشاكل، حاليا احنا دوله في سلم وبنسعى عن سلم في الدول الجوار. هذا هو اللي مطلوب يعني. شكرا جزيلا سعادة السفير محمد صالح نظيف، وزير الشؤون الخارجية والتشادين بالخارج والتعاون الدولي في جمهورية تشاد، لك جزيل الشكر واعتذر منك على الإطالة. نعلم أنك يعني كنت تود لقاء أقصر، ولكن أردنا أن ننتهز فرصة وجودك معنا. شكرا جزيلا لك. نهاية لقاءنا، نشكر ضيفنا من العاصمة التشادية، شكرا جزيلا لكم متابعينا، وإلى اللقاء.